كرة اللعب الدائرة لكن خط دفاع الترجي وعكس الهجوم من أسامة البوغالمي. ممتاز الهدف من أسامة البوغالمي رغم انه اخذ الكرة هو او يظل عبد الله بن مني ياخذ مكانه في حراسة المرمى وفي لقطة فنية ممتازة رائعة تنفيذ رمية السبع أمتار من أسامة البوغان. تقاطع رجب شوشين توصل الكرة بلال العبدلي تكمل على أسامة البوغاني. ممتاز الهدف من أسامة البوغاني رغم لو كان شادوا الإعادة. شوف قداش كانت مغلقة الزاوية قدام أسامة البوغاني تقريبا أقل من كرة بيد واحدة أسامة البوغاني مع الحارس يرفع بها الكرة. ممتاز الهدف من أسامة البوغاني هدف ممتاز من